السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي أم عمر للمبتدئات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي هو عبارة عن كاب كيك أو مادلين اللي غادي نحضروا معاكم اليوم إن شاء الله بمكونات سهلة وبسيطة وكيعجب الوليدات وكيعجب حتى الكبار. ان شاء الله غادي ندوزو نشوفو المقادير وطريقه التحضير. خليكم معايا الى نهايه الفيديو. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج في هاد لي كاب كيك، غادي نحتاج واحد زوج بيضات، نص كاس زيت، كاس سكر سنيده، كاس حليب، عندي 3 ملاعق بودره الكاكاو، هنا عندي زوج ساشي خميره وساشي الفاني قبيصه الملح، وعندي الدقيق، وهنا غادي ندير واحد القطرات ديال الخل ونمشيو باش نخلطو هاد لي كاب كيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد الاناء وغادي ننزل فيه البيض وغادي ننزل فيه سكر سنيده، وكذلك غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملح، وغادي نخلط هاد العناصر كيف ما كتشوفوا معايا بالخلاط الكهربائي او بالطراب الكهربائي. بقاو معايا غادي نكمل جميع المقادير اللي قلت لكم من قبل. خليكم معايا حتى نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نحضروا هاد لي كاب كيك ديال اليوم. كيف ما شفتوا معايا خلطت جميع العناصر اللي ذكرت من قبل بالخلاط الكهربائي، وضفت في الاخير الدقيق وخميره الحلويات مع بودره الكاكاو من بعد ما غربلتهم. بقيت كنخلط حتى حصلت على هذا الخليط كيف ما كتشوفوا بهذا القوام، وفي الاخير غادي نضيف واحد قطرات من الخل. هاد القطرات الخل كنزيدوهم باش يجي الكيك ديالنا خفيف ومهوي من داخل. غادي نخلط مزيان وغادي نمشي ناخذ واحد الطاوه ديال لي كاب كيك، غادي نحط فيها طويسات اللي غادي نخوي فيهم الخليط، ومن بعد غادي ناخذ هذا الخليط اللي كتشوفوا معايا وباش نسهل عليا الخدمه غادي ننزلو في واحد الكاس، وغادي نبدا نفرغ في الطويسات ديالي المقياس ديال اكثر من النصف
وندخل الليمون ديالي للفران، خليهم على درجه حراره منخفضه حتى يطيب معايا لي كاب كيك، ونخرجو من بعد غادي نشوفو نزينوه ونقدم لكم لي كاب كيك وتشوفوا الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا لي كاب كيك خرج من الفران، هنا غادي نزينو، غادي ندهن لي كاب كيك بشويه د العسل ونزينهم بالشوكولا ولا بالكاوكاو ولا بالكوك، المهم داكشي اللي متوفر عندكم. انا زينتهم على هاد الشكل، خديت لي كاب كيك دهنتهم بالشيتا بشويه د العسل، ونص شويه زينتو بالشوكولا وشويه زينتو بالكوك، والباقي زينتو بشويه د الكاوكاو مهرمش. هاد الشيء اللي عندي متوفر عندي في الدار، ونتمنى ان شاء الله هاد لي كاب كيك يعجبوكم وتجربوهم، وخصوصا تجربوهم الوليدات ياخذوهم معاهم في الكوتي للمدرسه، او كي ياخذوهم مع حتى في الفطور او في كوتي في الدار، او مهم. نتمنى ان شاء الله هاد لي كاب كيك يعجبوكم، وكنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، وشكرا على التعليق الزوينه اللي كتخليو ليا، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.